السلام عليكم. كنبغي نهني اللعابه على هذا المجهود البدني الكبير. والتحكيم كان سيء سيء، وهذا هو هذه الكره. ونتمنوا ان شاء الله من هنا الايام ان شاء الله البطوله الوطنيه والمسابقات الاخرين. نتمنوا الوداد العام الجاي ان شاء الله ترجع ودينا الالقاب ورجعوا المكانه ديالنا ان شاء الله. الراي ديالي في المقابله التحكيم ظلم الوداد بزاف في الهدف محققه الامين ابو الفتح، وكنتمنى من المدرب حتى هو يراجع الاوراق ديالو. يعني راه اوراق اللي كيعتمد عليها، راه كاين شي لاعب كيستاهلوا شي لعبوا في الفريق ديال البيضاوي كامين فرحان كارسين زولا. ونتمنى من الله حتى الحراس المدرب ديال الحراس يراجع الاوراق ديالو في المواضيع، كيدير شي خارجات اللي يفوت بزاف. والمطلب اللي غنطالب فيه دابا من هنا هو الناصري يفيق شويه، ولا بغى فريق الوداد البيضاوي يكون منافس على العصبه والبطوله والسوبر ليغ خاص يقوي. لابد من تجديد عطيه الله، مقابلات ثلاث مقابلات بانت بلاصتو كبيره، وخاصنا مهاجم صريح من قيمه فريق الوداد البيضاوي. وشكرا، المهم اول حاجه كنشكرك الجمهور اللي مساند فريق الوداد البيضاوي في الديار السعوديه، مشى من المغرب مشى للديار السعوديه باش يشجع الفريق ديالو وديما وداد. السلام عليكم. الراي ديالي في الماتش ديال الوداد صراحه ما بالطريقه باش كيلعب مدرب ما عجبتنيش. في الماتش الاول قلنا ماشي مشكل خرج تعادل، والماتش الثاني تطرد لي جبران، عاود فاش تطرد لي جبران دار تغييرات في التشكيله، ولكن حتى الماتش الثالث عاود ثاني دار ثاني تغييرات في التشكيله. ما فهمتش واش مدرب يلاه كيوجد في يعني في اللعابه اللي غادي يلعب بهم في البطوله ديالنا ديال المغرب، ولا باغي يلعب، ولا ما كانش في النيه ديالو انه باش ما ماشيش يلعب البطوله العربيه. ما فهمتش واش كيدير تحضيرات، ما فهمتش، حيت نفس الماتشات بثلاثه كل مره كيدخل لينا بتشكيله في شكل. واش كيدير تحضيرات البطوله ديالنا المغربيه ولا ماشي يلعب البطوله العربيه؟ يعني المدرب خاصو يراجع نفسه بزاف، لان هذا الشيء اللي دار ما خدامش الوداد. التحكيم كان عادي، ما شفناش شي زعما شي غلط في التحكيم. التحكيم كان عادي، المشكل كاين في المدرب. المدرب اللي ما عرفش كيفاش يسير هاد المقابلات كاملين، كل مره كيدخل بالتشكيله وهذا الشيء ماشي في صالح الوداد. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنهنئ بعدا فريق الرجاء البيضاوي اللي بان بواحد الوجه مشرف وتاهل، وكنا باغيين ايضا جميع الفرق تاخذ الرجاء كقدوه وتمشي على هذا المنوال، وتشرفنا كما شرفتنا الرجاء، ولكن ما كتابش. اما بالنسبه للتحكيم فهذا واحد الثبات، التحكيم ضروري كيكون مره عليك ومره عليك، فما فيها باس انك تذوق من الكاس اللي ذاقوا منه بزاف، ومشي دائما التحكيم غادي يكون معاك، فمشي دائما غادي يحكم لك جيد. وهذا ما كان، والتحكيم فعلا كان اليوم شي اخطاء تحكيميه، ولكن لاحظنا ان الهلال كان لاعب وكان طاغي على المباراه. فلو ان الفريق ديال الوداد انه قدم جوج مباريات الاولين اللي كانوا ساهلين ما غاديش يسوي على هذا التحكيم كما كان، وغادي يلعب بكل اريحيه. حتى المقابله ديال الرجاء البيضاوي حتى مره كان التحكيم بين قوسين، وانما هما تغلبوا على التحكيم. فالفرق الكبرى خاصها تكون دايره جميع الاعتبارات، خصوصا انها لعبه في السعوديه وهذا الكاس منظم في السعوديه، دونك خاصها دير هذا الاعتبار ان التحكيم يكون وتلعب. راه فريق كبير للرجاء الوداد، فرق كبار. وشكرا. تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.